رضي الله تعالى عن بديع الزمان الإمام النورسي رحمه الله، الذي كان يقول: لو أن أحدنا جاهد نفسه بأنواع المجاهدات والرياضات 40 سنة لما وصل إلى ما يصل إليه صحابي بمجالسة النبي صلى الله عليه وسلم 40 دقيقة. لو واحد منا 40 سنة يشتغل بالمجاهدات ما يحصل ما يحصله الصحابي 40 دقيقة. ثم يقول رضي الله عنه: ألا تنظر إلى الواحد منهم عندما يكون في الجاهلية يدفن ابنته بالتراب ولا يتحرك قلبه شفقة ورحمة، ويأتي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وهذه الغلظة قد استحكمت واستمكنت منه، فإذا ما جلس إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وسمع منه ودخل الإيمان قلبه وأعلن عن إسلامه، يخرج من عند النبي عليه الصلاة والسلام ولا يجرؤ أن يدوس ذرة نملة بسبب الرحمة التي ملأت قلبه وفاضت على سائر جوارحه. رحمة، وإنما يرحم الله تعالى من عباده الرحماء: ارحموا ترحموا واغفروا يغفر لكم. هذا من أثر الصحبة. والأولياء والصالحون هم وراث النبي عليه الصلاة والسلام الذين هم العلماء العاملون. النبي عليه الصلاة والسلام انتقل إلى الرفيق الأعلى، وإذا قال قائل: يا ليتني كنت في عصر النبي عليه الصلاة والسلام لكي أجالس النبي صلى الله عليه وسلم، نقول: النبي عليه الصلاة والسلام انتقل إلى الرفيق الأعلى، وإذا أردت أن تجالسه فجالس وراثه، فجالس سنته، فجالس سيرته عليه وآله الصلاة والسلام. وميزان كل واحد في كل عصر إن أراد أن يعرف لو كان مع النبي عليه الصلاة والسلام أو في عصر النبي كيف سيكون حاله، يعرف ذلك من خلال ولائه وموافقته ونصرته للعلماء العاملين الربانيين. والله تعالى قال عن الأنبياء والمرسلين: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. فلا تكن عدوا لوراث رسول الله عليه وآله الصلاة والسلام. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لنصرة دين الله عز وجل.